مدينة الرستان وفي زيارة لأحد المور في هذه المدينة 15/1/2013. يعطيك العافية الله يعافيك يا رب. شو شايفكم هون في مغارة وفي أطفال شايف في أطفال؟ والله متخبيين من الطيران عم فوق طيارة الميج متخبيين منها كرامل الضرب. العجام بتخاف كثير الأطفال بتخاف من الضرب. ممكن نشوف المغارة شلون قاعدين فيها؟ طيب هي شايف الشاشة شو خلانا نقعد نتخبى بمغارات هيك؟ هذا حق الأطفال ينحرموا من كل شيء، من اللبس عم ينحرموا، عم ينحرموا من الدواء، عم ينحرموا من كل شيء، المدارس. طيب هالمغار بالنسبة لكم آمنة بالنسبة للأطفال وجودكم هون؟ الأمانة بالله بس عم نتخبى فيها كثر الأطفال ما بتخاف من الطيران. هلا حاليا ليش انتم موجودين فيها؟ لأنه الطيران بالسما، طيران الميج عم يضرب على الرستان، كل يوم بيجي بيضرب. بيضرب صواريخ 4 5 صواريخ و طيب أنا شايف حالة الذعر عند الأطفال والخوف موجود عندهم، شلون بتقدر أنت تلبي لهم مطالبهم تسكتيهم إنه ما يكونوا خايفين من الطيران؟ بنقعد بهالمغاره متخبى مش عارف هالصوبيا، شفت عينك هالصوبيا يعني عشان كمان حداوي حداوي و بشو بعشان شغلوها كاس ناري وش نحط فيها؟ وعلى حي الله أطفال بطل مرعوبة بطل خايفة، الله ينتقم منك يا بشار. كل الأطفال مضانة مرشحة مقربة، ما حرام من الله هالشي؟ وين الدول؟ ما حد شايف هالشي اللي عم يصير فينا؟ الله ينتقم منك يا بشار. روح بدنا نقدر نروح نجيب حاجات نحن النسوان عم يعتقلونا على الطريق، نجيب دواء، نجيب الألبسة، ما عم نقدر نطلع نسوان خالص، عم يعتقلوا النسوان صايرين. الله يوفقهم يا رب. طب بالنسبة للأطفال هدول شو مطالبهم حقوقهم؟ بدوا المدارس، بدوا الدواء، كل شيء بدوا الأطفال. شو بتجي كلمة للمنظمات الحقوقية للمنظمات الإنسانية؟ الله يفرج علينا يا رب، وبتمنى انه تتلبي كل مطالبنا. للأطفال يجينا يعني الدواء، يجينا الحليب، خوط، كلها جوعان الأطفال، أكل. الأطفال ما تتجوع، ما في أكل، خبز ما عم يجينا خالص. لا حول ولا قوة إلا بالله. مدينة الرستان 15/1/2013 من داخل أحد المغر. الله ينتقم منك يا بشار، روح ويحرق قلبك يا رب. الله أكبر عليك يا بشار.